لعيد الاستقلال والشباب. إن وجودكم معنا اليوم يجسد روح الوحدة والتآزر التي نعتز بها جميعا ونستمد منها القوة والعزيمة للمضي قدما في انتزاع الاستقلال ورفع راية الجزائر خافقة في سبيل الحرية. أبنائي بناتي، طلب من المصاحبة نحتفلوا بعيد الشباب الذين هم الركيزة الأساسية الذين استمدوا قوتهم من عزيمة المجاهدين وعزيمة الشهداء لأدوا واجبهم من أجل استقلال هذا البلد، وإن شاء الله نعملوا سويا ونضافر جهودنا من أجل تطور البلاد وازدهارها، كما يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من منطلق هذا الحكم الرباني فالإنسان لا بد أن يغير كل ما في حوله في مجتمعه في محيطه. لذا نحب الله نقولها بكل اعتزاز وفخر أن الجزائر خرجت بفضل الشبيبة وشعبها وحكومتها ورئيسها من منعرج الإصلاحات، وبدينا نجني ثمار هذه الإصلاحات، وإن شاء الله نعمل إحنا دورنا نزيد نطورها ونمشي قدما للوصول إلى أعلى قمة إن شاء الله.